هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير الكيك على شكل هلال أو قمر لشهر رمضان. وهلأ المكونات: 5 بيضات، 2.5 كوب من السكر، 3 أكواب من الطحين، 1 كوباية حليب، 1 معلقة صغيرة فانيلا، 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح ما كتير ضرورية. منبلش أول شي بفصل البيض الصفار عن البياض، منحركن منيح ومنضيف فانيلا. وكمان فيكن انتو دغري تبلشوا بتحريك البيض من دون ما تفصلوا الصفار عن البياض. منضلنا عم نحركن لحتى يزيد حجمن شوي، بعدين منضيف صفار البيض ومنبلش نحركن مع بعض. منضيف السكر تدريجيا وبدنا نحرك كل ما نضيف 1 كوباية سكر. وهلأ منضيف الحليب ومنحرك منيح، بعدين منضيف الزيت كمان منحرك، ومنضيف هلأ البيكنج باودر، وهلأ منضيف الطحين شوي شوي، وبدنا نحرك كل ما نضيف 1 كوباية. وهلأ بقالب مدور، رحنا هون استخدمنا قالب التشيز كيك، منحط ورق الزبدة ومنقصن على شكل دائرة، يعني على شكل قالب الكيك، ومنضيف سمنة أو زبدة على الأطراف عشان ما يلزق. وكمان فيكم ما تستخدموا ورقة الزبدة وبس تحطوا سمنة أو زبدة على الكيك عشان ما يلزق، وطحين. وهلأ منضيف خليط الكيك ومنحمل فرن على درجة 180 لمدة 10 دقايق، وبعدين منحط الكيك لمدة نص ساعة أو أكتر. وهيك عنا الكيك بيكون جاهز، وهلأ صار وقت بدنا نزينه. منبلش منعلم الأطراف عشان نقدر نشيله. وهلأ منجيب الصحن اللي بدنا نقدم فيه الكيك، منحطه عليه للكيك ومنقلبه للجهة التانية. منشيل هلأ الورقة وهلأ منقص الكيك بقلب النص، فيكن انتو تقفوا هيدي الخطوة.
بنقص جوانب الكيك فيكن تدهنوا كريمة أو مربى أو أي شي تاني بتفضلوا انتو. وبعدين نجيب كمالة الكيك وكمان بنرجع بنحط عليها كريمة. وهلأ منحط حيلا صحن على هيدا الشكل ومنرش شوية شوكولا مبروش أو كاكاو، بعدين منشيله. وهيك بصير عنا قمر على شكل هلال لشهر رمضان. وهلأ منبلش رحنا، منظبط الكريمة شوي على الجوانب على الطرف. ورحنا هون دوبنا شوية شوكولا وكتبنا على الكيك رمضان كريم. وإذا ما عندكن شوكولا بتدوب فيكن تضيفوا كاكاو على الكريمة وتكتبوا كمان رمضان كريم بعودة خشب. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملولنا سبسكرايب ولايك. See you in the next video. Bye.